عنده معنى في يسمى القلب، وقد يطلق عليه أيضا لفظ العقل أو النفس أو الروح، ولكن هذا القلب للإنسان والروح للإنسان غير روح الحيوان التي تكون في مختلف الحيوانات. فتلك عرض من أعراض الروح يتعلق بحياة الجسد والبدن، ولكن القلب الذي هو لطيفة إلهية ربانية تسمى قلبا وروحا وعقلا ونفسا، وإن كان لكل واحد من هذه الأسماء معنى خاص، لكن تشترك في معنى اللطيفة، اللطيفة الإلهية المدبرة التي يدرك بها الإنسان خطاب الله تعالى، ويدرك بها بلاغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويدرك بها مهمته في الحياة. هذه يترتب عليها الثواب والعقاب، ويترتب عليها الدرجات في الجنة والدركات في النار مترتبة على هذا القلب. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. يقول هذا الإنسان لا حقيقة في الشرف والكرامة والعز والفخر له إلا بمعرفته بالله. بحسب معرفته بالله تعالى يعظم شانه، يرتفع مكانه، ينال العزة، ينال الكرامة، ينال السعادة. وهو إذا فقد المعرفة بالله يصير كالحيوان بل أضل، كما قال تعالى: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يجمعهم الغفلة عن الله، جميع أنواع الكفار والفساق من المسلمين يجمعهم الغفلة عن الله تبارك وتعالى، أولئك هم الغافلون، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذن فميزة هذا الإنسان بهذا القلب، وهذا القلب الذي يستعد لمعرفة الله تبارك وتعالى، ولا لا تستعد الجوارح، إنما يفاض عليها أثر نور المعرفة إذا عرف القلب ربه سبحانه وتعالى. والمعرفة التي تأتي بحسن التأمل والتدبر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والتفكر في آيات الله في الوجود والكائنات، والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والاستماع والإصغاء للآيات الكريمة، هذا يزيد به الإيمان وتحصل المعرفة وتزداد بالفكر الصافي النقي، ويحصل بواسطتها الأنس، ويزداد الأنس بالذكر للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. فالذكر يورث الأنس، والفكر يزيد المعرفة. فإذا صفى باطن الإنسان وذكر الرحمن زاد أنسه، وإذا فكر في حقائق آيات الله وبديع مصنوعاته والأمر أمر الرجوع إليه والمال إليه ازداد معرفة بالله تبارك وتعالى. فالذكر نور البصيرة، والفكر كحل البصيرة، وعلى الذكر والفكر يقوم حسن استعمال اللب والعقل. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. العقلاء، من أولو الألباب؟ أهل الذكر والفكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطل، سماء رفعها وأرض مدها سطح الجبال نصبها، وجعل هذا آيات والخلق في الخلق الإنسان والحيوان والنبات والجماد والجان والملائكة. ما هذا عبث؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، والعياذ بالله تعالى. أما المؤمنون العقل يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، نجنا من عذاب النار واحفظنا من عذاب النار، واجعل لنا وقاية من عذاب النار.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا يقولون عليهم رضوان الله تعالى أولو الألباب، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، المنادي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. عز الإنسان وشرفه في الدنيا وفخره ورفعته في الآخرة بمعرفة الله. نعيم أهل الجنة يتنعمون به على قدر معرفتهم بالله، سواء كان أنهارها أو أشجارها أو حورها أو قصورها أو النظر إلى وجه الكريم الذي هو أعلى وأعظم والرضوان، هو على قدر معرفتهم بالله. من كان أعرف كان أحلى نعيمه، أحلى شرابه، أحلى طعامه، أحلى لباسه، ومرتبته في النظر إلى وجه الله أكبر على قدر معرفته بالله. ولهذا تجد الناس في الحياة الدنيا إذا واحد يعرف في إنسان خصلة من خصال الكمال، هو بهذه المعرفة يفرح إذا لقيه ويلتذ بالجلوس معه. لكن الذي يعرف في هذا الإنسان خصلتين اثنتين، يكون فرحه ولذته بالجلوس معه أكثر. لكن الذي يعرف خمس خصال من خصال الكمال في هذا الإنسان يلتذ بالجلوس معه أكثر. فإذا عرف عشر صفات من صفات الكمال في هذا الإنسان ويفرح بلقاءه أكثر ويلتذ بالجلوس معه أكثر. كذلك الناس في النظر إلى وجه الله الكريم، من كان أعرف يلتذ أكثر وبالنعيم يسعد أكثر ويحس أكثر بحسب معرفته بالله جل جلاله وتعالى في علاه. ولا تكتسب المعرفة إلا بهذا القلب، والله تعالى جعل لهذا القلب جنود إذا أحسن استخدامها تكتسب المعرفة لله تعالى. فبيذكر لنا جنود القلب. اقرأ. جنود القلب: وللقلب جنود تحصرها ثلاثة أصناف، صنف باعث مستحث إما إلى جلب النافع الموافق كالشهوة، وإما إلى دفع الضاد المنافي كالغضب، ويعبر عن هذا الباعث بالإرادة. والثاني هو المحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد، ويعبر عنه بالقدرة. والثالث هو المدرك المتعدف للأشياء كالجواسيس، وهي قوة البصر والسمع والشم والذوق واللمس، ويعبر عنها بالعلم والإدراك. بيان خاصية قلب الإنسان. هكذا يقول الله: جعل لنا القلوب وجعل لنا جنود لهذه القلوب. والجنود إما دافع يدفعك إلى الرغبة في الشيء وفعل الشيء والحرص على شيء، وهذا الشهوة، وإما يدفعك إلى الحذر من الشيء والبعد عنه، هذا الغضب، وإما أن يكون سبب قدرتك وصولك إلى فعل ما ترغب فيه والبعد عما تنفر منه، وهذه القدرة. فعندنا إرادة وقدرة، وعندنا الثالث جعل الله لك سمع وبصر ولسان ينطق وشم ولمس وحس، هذه كلها جنود للقلب، ينظر ويفكر ويقرر، يسمع كذلك، يحس يلمس، فكلها جنود للقلب. إن استعملت استعمال صحيح في مرضاة الله وانتهى، استعمل الشهوة في نيل الدرجات وفي تحصيل المعرفة وفي تهيؤ لمرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي نيل نعيم الجنان، صارت شهوته عجيبة، هذا يشتهي هذه الأشياء فيرغب فيها، فيسخر
أعضاء كلها لما يقربه من نعيم الجنان ومرافقة سيد الأكوان والقرب من الرحمن. وهكذا إذا أساء استخدام الشهوة تعشق وتشتهي الغيبة والنميمة والكذب والزنا والسرقة والتجبر والتكبر. فإذا ترك الشهوة هكذا وساء استخدامها تظلم قلبه، تحجبه عن معرفة ربه، وتبعده من الله تعالى. وأبعد الناس من الله القلب القاسي، أبعد الناس من الله القلب القاسي. كذلك الغضب إذا أحسن استخدامه واستعماله يغضب، إذا انتهكت حرمات الله يغضب على النفس، إذا قصرت في الطاعة إذا فعلت ما يغضب عليه. وبهذا الغضب تقوم الشجاعة ويقوم الغيرة على الدين ويقوم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لكن حسن استخدامه فإن يجعله تحت إشارة الشرع والعقل، ما يغضب إلا تحت إشارة الشرع والعقل. ولكن إذا لم يحسن استخدام الغضب فهو يغضب لنفسه ويغضب لهواه ويغضب لمصالحه الدنيوية، وبذلك ينتهك الحرمات ويسب الناس ويأخذ حقوق الآخرين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا أساء استعمال الغضب، فبسوء الاستعمال يحجب عن الله ويبعد عن الله تعالى ويظلم قلبه ويزداد بعده والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيجب حسن استخدام الجنود، هذه جند الشهوة والغضب يعبر عنه بالإرادة. وقد أعطاك الله قدرة على الحركة وعلى القيام بجلب النافع ودفع الضار وتسيير الغضب والشهوة تحت العقل، وأعطاك للمساعدة على هذه الأشياء بصر، سمع، تسمع الشكوى حولك والأصوات ودلالاتها، وتنظر الأشياء وتعرف أين الطريق وتتفرق بين الألوان. كل هذا إذا أحسنت استخدامه يصير مصروف في طاعة الله تبارك وتعالى. والشم والنطق واللمس والحركة بالرجل كلها مواهب من الله تبارك وتعالى ونعم، يجب صرفها في مرضاة الله. إذن فأعطاك القلب وأعطى القلب جنود يجب تستخدمها. فبعض الجنود، بعض الناس خلى هذه الجنود هي الملك وخلى القلب خادم لها، هذا عكس المسألة والعياذ بالله تبارك. فيصير عقله وقلبه يفكر كيف يقضي الشهوات وكيف ينفذ الغضب، ويستخدم لذلك سمعه وبصره. فتجدوا يستعمل، يروح وراء الأجهزة يشوف المناظر الخبيثة القبيحة السيئة، يسمع الكلام القبيح ويتابع بأيديه. أساء الاستخدام فوقع عليه الظلام، وبعد عن الملك العلام، وتعرض للندامة في يوم القيام والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله ينور قلوبنا ويرزقنا سبحانه ثباتها على ما يحب. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بيان خاصية قلب الإنسان، ما يختص به قلب الإنسان ولأجله عظم شرفه، واستهل القرب من الله تعالى راجع إلى علم واستأهل القرب من الله تعالى راجع إلى علم وإرادة. أما العلم فهو العلم بالأمور الدنيوية والأخروية والحقائق العقلية، فإنها وراء المحسوسات ولا يشاركه فيها الحيوانات. وأما الإرادة فإنه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأمر وطريق الصلاح فيه انبعث من ذاته شوق إلى جهة المصلحة وإلى تعاطي أسبابها والإرادة لها، وذلك غير إرادة الشهوة وإرادة الحيوانات، بل يكون على ضد الشهوة. فقد تنفر الشهوة عن إجراء عملية جراحية والعقل يريدها،
فاختص قلب الإنسان بعلم وإرادة تنفك عنها سائر الحيوانات، بل ينفك عنها الصبي أول الفطرة، فإنما يحدث ذلك فيه بعد البلوغ. وهو في حصول هذه العلوم له درجتان، إحداهما أن يشتمل قلبه على العلوم الضرورية الأولية كالعلم باستحالة المستحيلات وجواز الجائزات الظاهرة، فتكون العلوم النظرية غير حاصلة إلا أنها ممكنة قريبة، كمن عرف من الكتابة الدواء والقلم والحروف المفردة دون المركبة فقد قارب الكتابة ولم يبلغها. الثانية أن تتحصل له العلوم المكتسبة بالتجارب والفكر، فتكون كالمخزونة عنده يرجع إليها متى شاء. ولأهل هذه الدرجة مراتب لا تحصى، فهم يتفاوتون بكثرة المعلومات وقلتها، وشرف المعلومات وخستها، وبطريق تحصيلها، إذ تحصل لبعض القلوب بإلهام إلهي، ولبعضهم بتعلم واكتساب، وقد يكون سريع الحصول وقد يكون بطيء الحصول، فدرجات التلقي فيه غير محصورة. وأقصى الرتب رتبة النبي الذي تنكشف له كل الحقائق أو أكثرها من غير اكتساب وتكلف، بل بكشف إلهي في أسرع وقت. وأشرف أنواع العلم هو العلم بالله وصفاته وأفعاله، فبه كمال الإنسان، وفي كماله سعادته وصلاحه لجبار حضرة الجلال والكمال. فالبدن مركب للنفس، والنفس محل للعلم، والعلم هو مقصود الإنسان وخاصيته التي لأجلها خلق. والإنسان على رتبة بين البهائم والملائكة، فإنه من حيث يتغذى وينسل فنبات، ومن حيث يحس ويتحرك فحيوان، ومن حيث صورته وقامته فكالصورة المنقوشة على الحائط، فإنما خاصيته معرفة حقائق الأشياء. ومن استعمل جميع أعضائه وقواه على وجه الاستعانة بها على العلم والعمل فقد تشبه بالملائكة. ومن صرف همته على اتباع اللذات البدنية يأكل كما تأكل الأنعام فقد انهط إلى حضيض البهائم. ويمكن الاستعانة بكل عضو على طريق الوصول إلى الله، فمن استعمله فيه فقد فاز، ومن عدل عنه فقد خسر وخاب. وجملة السعادة أن يجعل لقاء الله مقصده، والدار الآخرة مستقره، والدنيا منزله، والبدن مركبه، والأعضاء خدمه. قال سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه في تمثيل القلوب: إن لله تعالى في أرضه آنية وهي القلوب، فأحبها إليه تعالى أرقها وأصفاها وأصلبها. ثم فسره فقال: أصلبها في الدين، وأصفاها في اليقين، وأرقها للإخوان. وهو إشارة إلى قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله تعالى: كمشكاة فيها مصباح. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: معناه مثل نور المؤمن وقلبه. وقوله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي، مثل قلب المنافق. وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى: في لوح محفوظ، وهو قلب المؤمن. وقال سهل: مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسي. فهذه أمثلة القلب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، وارزقنا استعمال الخصوصيات التي خصصتنا بها في مرضاتك ومعرفتك والقرب منك ونيل رضاك يا أرحم الراحمين. أعطى الله الإنسان خصوصية، فعنده علوم ما يدركها الحيوانات، وإن كان رحمك الله كان تعلم الحيوانات كلها أن لها ربا خالقا تسبح بحمده، ولكن هناك علوم في إدراك حقائق عجائب الوجود وعظيم صفات الله وأسماء ما تدركها الحيوانات. هذه علوم قلب المؤمن يدركها، قلب الإنسان يمكن يدركها، وكذلك إرادة. فالحيوانات محصورة إرادتها في المقصود من خلقها في هذه الحياة فقط، تتصرف ما تتجاوز ذلك، ما لها عقل
يحملها على إرادة تخالف الطبيعة، لكن الإنسان عنده عقل يكسبه إرادة فوق مشتهى النفس. فمثلا إذ يحتاج إلى عملية، العملية تنفر منها النفس لأنها جرح يجرح، ولكن هو بالعقل يقول هذه فيها فائدة تنزع مني المرض وتجعلني باقي عمري في صحة وعافية، فهو يريد العملية، يريد العملية. هذا ما هو بنفسه ولا بطبعه وبعقله، ففيه خصوصية من الإرادة وخصوصية من العلم تكون لقلب الإنسان ليست لغيره، ولكن هذه الخصوصية في هذه المعلومات تختلف. فهناك دقائق الصناعات والتجارات وتركيبات الأرض والبحار وما إلى ذلك يشترك فيها المؤمن والكافر وما يدركها الحيوان واحد، ولكن علوم أخرى ما يحصلها الكافر بل لا يحصلها الفاسق، وهي العلم بالله وصفاته وأسمائه ومعانيها ودلالاتها وشؤون القرب منه الغيبي المعنوي. هذا أمور ما يدركها إلا المؤمن الموفق، الأنبياء وأتباعهم صلوات الله وسلامه عليهم فقط. هذه العلوم منها ما يكون علوم بديهية يدركها الكل، يعرف أن الاثنين أكثر من واحد وأنها ضعف الواحد وأن الثلاثة أكثر من اثنين وأن السماء فوق وأن الأرض تحت، هذه علوم بديهية يدركها الإنسان بعقله وبدهته أي واحد. ولكن هناك علوم نظرية تكتسب، وحصول هذه العلوم أيضا قد يأتي من طريق الكسب والاجتهاد، وقد يأتي بخصوصية مثل علوم الأنبياء صلوات الله عليهم، هذا تجلي من الله عليهم فيدركون الحقائق بأصل فطرتهم وخلقتهم من دون اكتساب ومن دون تعمل لها. فهؤلاء أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليهم. وبعد ذلك المعلومات منها ما تتعلق بالجمادات بالنباتات بالحيوانات بالإنسان، لكن أشرف منها كلها ما يتعلق بالله تبارك وتعالى بمعرفة الله. هذا أشرف العلوم وأعظم العلوم، العلم بالله وصفاته وعظمته وجلالته وكبريائه وقدرته وعظمة ألوهيته وربوبيته جل جلاله وتعالى في علاه، هذه أشرف العلوم وأعظمها، والناس فيها على مراتب وعلى درجات وهكذا. وآلة هذا القلب، وسمعنا قول سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه يقول إن لله في أرضه آنية، يعني أوعية، وهي القلوب، انسكب فيها معرفته ومحبته في القلوب. قال فخيرها أصلبها وأرقها وأصفاها. كيف أصلبها وأرقها؟ قال أصلبها في الدين وأرقها على الإخوان وأصفاها في اليقين. هذه خير القلوب، ما كان أقوى في الدين أصلب وأمتن، وما كان أرق على الإخوان يرحمهم ويرأب بهم ويحبهم كما يحب نفسه. وصل الحال عند الصحابة يحب أخاه أكثر من نفسه، حتى آثروا بعضهم البعض في بعض الغزوات. سادتنا الصحابة يقول أحد يجي عندي بن عم لي في الجرحى أريد أسقيه، فوجدته في آخر حياته، قلت له أسقيك الماء؟ أشار نعم، رفعت رأسي أردت قربت الماء أريد أن أسقيه، فسمع عنين واحد يئن فبعد فمه، قلت له مالك اشرب؟ قال لا أسقي هذا. قلت له اشرب ثم أسقيه، قال لا ربما أنه أحوج مني،
أكثر عطش منه، ما رضي يشرب. رجعت رأسه إلى الأرض وقمت للثاني، قلت تريد الماء؟ قال نعم. رفعت رأسه أريد أسقيه، سمع عنين واحد قال فمسك فمه. قلت له اشرب. قال لا، هذا يئن، ربما أنه أكثر عطش مني، أعطه إياه. ما رضي يشرب. قال رجعته إلى الأرض، قمت إلى الثالث وجدته مات. رجعت إلى الثاني وجدته مات. رجعت إلى ابن عمي وجدته مات. كل واحد منهم في آخر لحظة يؤثر أخاه بشربة الماء، فآثر أخاه بروحه رضي الله تعالى عنهم. فهكذا هكذا كان الصحابة تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يرزقنا نصيب من هذا الخير. اللهم اجعل قلوبنا من أصلب القلوب في الدين، آمين. ومن أرقها على الإخوان، آمين. ومن أصفاها في اليقين، آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. مجموع أوصاف القلب. إن الإنسان استصحب في خلقه أربع في خلقته أربع شوائب: الأوصاف السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية. فمن حيث سلط عليه الغضب يتعادى أفعال السباء من العداوة والبغضاء والتهجم بالضرب والشتم. ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعادى أفعال البهائم من الشرح والحرص. ومن حيث إنه في نفسه أمر رباني، كما قال تعالى: قل الروح من أمر ربي، فإنه يدعي لنفسه الربوبية ويحب الاستعلاء والاستعلاء والتخصص والتفرد بالدئاسة والانسلال عن العبودية والتواضع والاطلاع على العلوم. ومن حيث يختص عن البهائم بالتمييز عن مشاركته لها في الغضب والشهوة حصلت فيه شيطانية، فصار يستعمل التمييز في استنباط وجوه الشر، ويتوسل إلى الأعراض بالمكر والحيلة والخداع، ويظهر الشر في معرض الخير وهي أخلاق الشيطان. فكأن المجموع في إهاب الإنسان خنزير هو الشهوة، وكلب هو الغضب، وشيطان يهيج شهوة الخنزير وغيظ الصبع، وحكيم هو العقل، وهو مأمور بأن يدفع كيد الشيطان بأن ينكشف عن تلبيسه، وأن يكسر شهوة الخنزير بتسليط القلب عليه، ويدفع ضرابة القلب بتسليط الخنزير عليه. فإن فعل ذلك استقام أمره وحاله وجرى على الصراط المستقيم، وإن عجز عن قهرها قهروه واستخدموه، فلا يزال في تدقيق الفكر ليشيع الخنزير ويرضي القلب يشبع الخنزير ويرضي القلب، فيكون دائما في إبادة قلب وخنزير. وهذا حال كثير الناس، والعجب ممن ينقر على عبدة الأصنام عبادتهم للحجارة. ولو كشف الإطاعة عنه وكشف بحقيقة حاله ليرى نفسه ماثلا بين يدي خنزير ساجدا له مرة وراقعا أخرى، ومنتظرا إشارته وأمره. أو رأى نفسه ماثل بين يدي قلب عقور عابدا له مطيعا سامعا، وهذا غاية الظلم. ثم إنه يترتب على طاعة خنزير الشهوة صدور صفة الوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء والمجانة والعبث والحرص والجشع والملق والحسد والحقد والشماتة وغيرها. ويستر عن طاعة قلب الغضب صفة الطهور والبذالة والبذخ والسلف والاستشاطة والتكبر والعجب والاستهزاء والعجب والاستهزاء والاستخفاف وتحكير الخلق وإرادة الشر وشهوة الظلم وغيرها. وأما طاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب فيحصل منها صفة المكر والخداع والحيلة والدهاء والجرأة والتلبيس والغش والخب وأمثالها. ولو أقسى الأمر
ووقرت الجميع تحت سياسة الصفة الربانية، لاستقر في القلب من صفات الربان من الصفات الربانية العلم والحكمة واليقين والإحاطة بحقائق الأشياء ومعرفة الأمور على ما هي عليه، والاستعلاء على القوة على الكل بقوة العلم والبصيرة، واستحقاق التقدم على الخلق لكمال العلم وجلاله، والاستعناء عن عبادة الشهوة والغضب، وانتشر إليه من ضبط خنزير الشهوة ورده إلى حد الاعتدال صفات شريفة مثل العفة والقناعة والهدوء والزهد والورع والتقوى والانبساط وحسن الأيهة والحياء والظرف والمساعدة وأمثالها، ويحصل فيه من ضبط قوة الغضب من ضبط قوة الغضب وكهرها وردها إلى حد الواجب صفة الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس والصبر والحلم والاحتمال والعفو والثبات والنبل والشهامة والوقار وغيرها. فالقلب في حكم مرآة قد استنفته عليه هذه المؤثرات وهذه الآثار على التواصل واصلة إلى القلب. أما الآثار المحمودة فتزيد مرآة القلب جلاء وإشراقا ونورا وضياء، وأما الآثار المذمومة فإنه مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب فيتراكم عليه إلى أن يسود، وهو طبع والرين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مثل القلب بالعلافة. ما شاء الله، لو قلت الله بالله. اللهم نور قلوبنا وطهرها وصفها واجعلها مقبلة عليك، ومدها بالتوفيق من عندك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. مثال ما سلط الله علينا من الغضب والشهوة، مثال كلب عقور ومثال خنزير. الخنزير دائم يشتهي القاذورات ويجير محل الأوساخ ويأكل منها، والكلب العقور يؤذي الناس ويضرهم. وكذلك غضبك إذا ما تهذب ولا تأدب مثل الكلب العقور، وشهوتك مثل الخنزير، إن تركتها جاءت لك الأوصاف الذميمة كلها، وإن سخرت العقل لها صرت شيطان من الشياطين، تمكر وتدبر حيل وترتب للفساد بصور ملتوية والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن إذا أحسنت استعمال العقل وهذبت الشهوة وهذبت الغضب تأتي الصفات المحمودة الحسنة. قالوا العجب من إنسان ينكر على عبدة الأصنام وهو بباطنه يعبد الشهوة، فهو مثل الذي يسجد للخنزير، وكذلك يطيع الغضب فهو مثل الذي يسجد للكلب. فلو انكشفت حقيقة حاله رأى نفسه ساجد لكلب أو ساجد لخنزير والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى يتخلص من العبودية لغير الله ويصير عبد لله وحده جل جلاله وتعالى في علاه، بواسطة التزكية، بواسطة التربية، بواسطة صفاء الفكر، بواسطة حضور القلب مع الله تبارك وتعالى، يتصفى ويتنقى ويخرج من العبودية لما سوى الله، ويكون إنسان صالح في هذه الحياة، يرقى المراقي الرفيعة العلية، وتجتمع له الخيرات من كل جانب. نسأل الله ينورنا وإياكم ويطهرنا وإياكم ويحفظنا وإياكم ويلاحظنا بعين عنايته ويجعلنا من عباده الصالحين. مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة، كما أن المرآة لا تنكشف فيها الصورة لخمسة أمور: أحدها نقصان صورتها كجوهر الحديد قبل أن يشكل ويسقل، والثاني لخبثه وصدئه وكدوره، والثالث لكونه معدولا به عن جهة الصورة إلى غيرها، والرابع لحجاب مرسل بين المرآة والصورة، والخامس للجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبة،
فكذلك القلب مرآة لأن ينجلي فيها حقيقة الحق في الأمور. وإنما خلت عن العلوم لهذه الأسباب الخمسة، أولها نقصان في ذاته كقلب الصبي فإنه لا تنجلي له المعلومات لنقصانه، الثاني لكدورة المعاصي والخبث الذي يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات، فالإقبال على طاعة الله والإعراض عن مقتل الشهوات هو الذي يجل القلب. قال تعالى: والذين جاهدوا فيها لنهدينهم سبلنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. الثالث أن يكون معدولا به عن جهة الحقيقة المطلوبة، فإن قلب المطيع الصالح وإن كان صافيا ليس يطلع فيه جليلة الحق، لأنه ليس يطلب الحق وليس محاذيا بالمرآة شطر المطلوب، بل ربما يكون مستوعب الهم بتفصيل الطاعات البدنية أو بتهيئة أسباب المعيشة، ولا يصرف فكره إلى تأمل في حضرة الربوية والحقائق الخفية الإلهية، فلا ينكشف له إلا ما هو متفكر فيه من دقائق آفات الأعمال وخفايا عيوب النفس إن كان متفكرا فيها، أو مصالح المعيشة إن كان متفكرا فيها. الرابع الحجاب، فإن المطيع القاهر لشهواته المتجرد الفكر في حقيقة من الحقائق قد لا ينكشف له ذلك لكونه محجوبا باعتقاد سبق إليه من الصبا على سبيل التقليد، وبه حجب أكثر المتكلمين والمتعصبين للمذاهب، بل كثير من الصالحين لأنهم محجوبون باعتقادات تقليدية جمدت في نفوسهم. الخامس الجهل بالجهة التي يقع منها العثور على المطلوب، فإن طالب العالم ليس يمكنه أن يحصل العلم بالمجهول إلا بالتذكر للعلوم التي تناسب بمطلوبة، فإن العلوم المطلوبة ليس فطرية لا تقتنص إلا بشبكة العلوم الحاصلة، بل لا يحصل إلا عن علمين سابقين يأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوص. فالجهل بالأصول وكيفية ازدواجه هو المانع من العلم، ومثاله ما ذكرناه من الجهل بالجهة التي فيها الصورة، بل مثاله أن يريد الإنسان أن يرى قفاه مثلا بالمرآة، فإذا دفع المرآة بإزاء وجهه لم يكن قد حاذى بها شطر القفا فلا يظهر القفا، وإن رفعها وراء القفا وحاذاه كأن قد عدل بالمرآة عن عينه فلا يرى المرآة، فيحتاج إلى مرآة أخرى ينصبها وراء القفا، وهذه في مقابلتها بحيث يبصرها ويراعي مناسبة بين وضع المرآتين حتى تنطبع صورة القفا في المرآة في المرآة المحاذية للقفا، ثم تنطبع صورة هذه المرآة في المرآة الأخرى التي في مقابلة العين، ثم تدرك العين صورة القفا. فكذلك في اقتناص العلوم طرق عجيبة فيها ازورارات وتحريفات أعجب مما ذكرناه في المرآة. فهذه هي الأسباب المانعة للقلوب من معرفة الحقائق، وإلا فكل قلب بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق، لأنه أمر رباني شريف ومستعد لحمل الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وللطبراني من حديث أبي عتبة الخولاني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين. وفي الخبر أنه قيل: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: كل مؤمن مخموم القلب. قيل: وما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا غش فيه ولا بغي ولا عذر ولا حسد، وإنما مراد الطاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية القلب وتزكيته وجلاؤه. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، ومراده تزكية حصول أنوار الإيمان فيه. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ولهذا التجلي والإيمان ثلاث مراتب. يكفي هذا. نسأل الله يصفي
سرائرنا عن الأكدار حتى تصفو لنا الأفكار وندرك أسرار عظمة الحق سبحانه وتعالى. قال: وهذه الحقائق تنجلي في القلب كما تنجلي الصور في المرآة، لكن في سبب من الأسباب الصورة ما تظهر في المرآة، كذلك هي الأسباب التي تمنع القلب من إدراك عظمة الله ومن نيل معرفة الله أسباب. فالمرآة إذا عدها ما تم تصنيعها كاملة ما تظهر الصورة فيها، وهذا مثل قلب الصبي الصغير غير مؤهل لمعرفة الحقائق حتى يكبر، ولكن إذا كمل صناعة المرآة قد يكون مع كمال صناعتها يطرأ عليها جذر ووسخ فالصورة ما تظهر فيها بسبب هذه الأوساخ حتى تصفح، وقد تكون صافية وكاملة ولكن بينها وبين الصورة حجاب فالصورة ما تظهر بسبب يظهر إلا الحجاب، وقد يكون هي كاملة وصافية ومشف عليها ستارة لكن الصورة في جهة أخرى، هي في جهة أخرى ما تظهر فيها. وإذا علمت الجهة واستقبلت الصورة المرآة وهي صافية كما بالحجاب ظهرت الصورة، كذلك الحقيقة في القلب إذا كمل القلب ثم لم يكن فيه كدر الذنوب ولا المعاصي ولا الآثام تصفى من ذلك، ثم لم يكن بينه وبين الحقيقة حجاب من اعتقاد باطل سيء من صغره مثلا نشأ عليه فيكون حاجب ما تنكشف له الحقيقة، وقد يكون ما عنده شيء من هذا ولكن ما استقبل المرأة ما استقبل الجهة ما صدق مع الله ما أكثر ذكر الله ما حضر قلبه مع الله ما تتضح له عظمة الله. إذا كان الصورة هنا والمرأة هنا كيف تطلع هذه هنا؟ لابد من مواجهتها. فكذلك بكثرة الذكر يظهر سر ما في الغيوب، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يكون حاضر القلب مع الله متوجه بالصدق مع الله تعالى تنكشف له أنوار الحقيقة. وإذا لم يعلم كيف التوجه فيحتاج إلى الشيخ المربي المزكي حتى يعلمه صدق الوقوف بين يدي الله وقوة الحضور مع الله تعالى حتى تنجلي في مرآة قلبه الحقيقة كما ينبغي. وإذا قالوا أن رجل قال لسيدنا موسى بن عمران على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام قال له علمني دعاء في حاجة أريد أطلبها من الله، فأعطاه دعاء أخذ يدعو به بعد سنة رجع قال يا نبي الله أنا دعوت بهذا الدعاء سنة ما انقضت الحاجة قال أسأل ربي، فلما خاطب الحق تعالى وسأل الله قال يا رب عبدك فلان لو سنة يدعوك بهذا الدعاء في حاجة فلم تقضيها له، أنا عبد من عبيدك لو طلبني حاجة أقدر عليها أعطيته إياها. قال يا موسى إن هذا يدعوني وقلبه عند غنمه، ويدعوني بلسانه قلبه يفكر في الغنم يحب غنم عنده غنم يحبها ومصروف قلبه إليها، قال ولو دعاني مرة واحدة وقلبه معي لقضيت حاجته. قال قل له يدعوني وقلبه حاضر معي مرة واحدة، ما هو سنة، مرة واحدة يدعوني وقلبه حاضر أقضي حاجته، لكنه سنة يدعوني وقلبه عند غنمه ليس معي ليس عند الله تبارك وتعالى. ولهذا لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، توجه حيث شئت فأنت مما له وجهت فاختر للمليح. وفي هذا قالوا من لم يرى وجه مفلح كيف يفلح، ما يكتسب الفلاح إلا برؤية وجوه المفلحين.
ومن رأى وجه مفلح بالصدق والمحبة والتعظيم كيف لا يفلح؟ لابد يفلح، لابد يجيه الفلح. ها؟ مثل المرآة إذا استقبلت الشمس لابد تظهر الشمس فيها ويظهر النور منها ويسطع. ما يمكن أن مرآة صافية تقابل الشمس وما يظهر فيها النور، لابد، بل هي تؤثر حتى لو وجهتها إلى وجه إنسان يتأثر كأن الشمس جاءت في وجهه، ما هي إلا من المرآة لأنها قابلت. وهكذا إذا قابل القلب وجه الله وصدق مع الله أشرق نور الله في هذا القلب. وإن النور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح. فالله يرزقنا صدق الإقبال عليه. قال ثم بهذا التوجه تتكاثر العلوم، تتكاثر. المثل إذا أراد الإنسان أن يرى قفاه في المرآة، كيف يرى قفاه؟ إذا واجه المرآة وجهه في المرآة يطلع، لكن قفاه ما يطلع. إذا توجه قفاه إلى المرآة يطلع القفاه، لكن هو بصره في الجهة الثانية ما يرى. فالآن قفاه منطبع في المرآة، لكن المرآة في الوراء هو ما يشوفها، ما ينظر إليها، كيف يعمل؟ بل يحتاج مرآة ثانية، يحط مرآة مقابلة مرآة ويقايس بينهن موازنة، بحيث إذا استقبل هذه المرآة يكون وراءه في المرآة الثانية يظهر منها في المرآة التي قدامه، فهو يشاهد وراءه من هنا. قال كذلك العلوم، علم مع علم يقابل بمقابلة مخصوصة يجي علم ثالث. وهكذا تتكاثر العلوم وتتوافر بحسن الفكر وحسن المقابلة، فالله يوفر علمنا. ومن علم بما عمل ورثه الله علم ما لم يعلم. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا فهما، اللهم ارفعنا مقاما كريما. اقبل الحاضرين أجمعين وزدهم إيمانا ويقين، ادخلنا وياهم في دائرة سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم خلقنا بأخلاقه، اللهم أدبنا بآدابه، اللهم سربنا في تربه، اللهم سقنا من شربه، اللهم سقنا من شربه، اللهم سقنا من شربه، علمنا بعلمه صلى الله عليه وسلم، خلقنا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، حلنا بصفاته صلى الله عليه وسلم، اجعلنا من أسعد أمته بحسن خلقه وفي القرب منه في الدنيا والآخرة. يا أكرم الأكرمين، هو القائل إن من أحبكم إلي وقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، فحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا، اصلح ظاهرنا وباطننا، ضعف الخير في هذا المسجد وفي هذه المؤسسات وفي هؤلاء الحاضرين ما يقومون به من خير. أطول عمر الشيخ أبو بكر بن أحمد في عافية كاملة تامة، أمده بالعافية يا الله، أمده بالصحة يا الله، طول عمره في طاعتك في عافية يا الله. علماء هذه البلدة وأخيارها وصلح أمة نبيك محمد، أطول أعمارهم، أمدهم بالعوافي الكوامل، الشفاء التام والصحة الكاملة. طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك، واجعل كل واحد من هؤلاء مفتاحا للخير مغلاقا للشر، سببا لنفع العباد والبلاد والوفاء بالعهد الذي عاهدتنا عليه. قرة عين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأرنا وجهه في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ ويوم القيامة وفي دار الكرامة وهو راض عنا، بجاه عليك ومنزلته لديك يا أكرم الأكرمين، وأصلح شؤون المسلمين أجمعين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.